جماعة ركزوا هذا الحديث، والله حديث عظيم فعلا، فيه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى. طيب حديث جميل، وإحنا نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك كان حديث، الذي يروي هذا الحديث هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، يعني دائما معنى يقبل أن يلقاه بالوجه الطليق والحديث الحسن والمعاشرة الطيبة، هذا معنى يقبل بوجهه وحديثه، يعني على أشر القوم، حتى ناس يعني كما يقال فيهم شر وفيهم مكر، فيقابلهم دائما بهذه الطريقة، بالمعاشرة الحسنة والكلمة الطيبة والوجه الطليق. الله أكبر، لماذا؟ يتألفهم بذلك، يعني من باب الألفة، ويحبهم في الإسلام، فهو نبي الإسلام. فيقول عمرو بن العاص: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. فلما عمرو بن العاص كان يكلمه يسولف معه وكذا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يبش في وجهه، يقبل بوجهه، يحسن الحديث إليه، يعاشر معاشر حسنة. يقول: حتى ظننت أني خير القوم، يعني ينطبع عندي أنه هو أكثر شخص يحبه في الصحابة أنا. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ زين، هو حين بيتأكد يعني هالدرجة يظن أنه هو في منزلة أبو بكر. قال: أما في هالموضوع ما في. قال: أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام صادق، قال أبو بكر. قال: يمكن، قال في بالي يمكن أنا الثاني رجل، إذا مو أول واحد ثاني منزلة عمر. قال: أنا ولا عمر؟ قال: عمر. قلت: ها، يعني مو الثاني، يمكن الثالث. أنا أم خير أم عثمان؟ قال: عثمان. لا، هو اللي قاعد ينزل. فيقول: فلما سألت رسول الله فصدقني، كان صادق معي. يقول: فلوددت أني لم أكن سألته، كنت منت أني ما سألته. هو يقول هذا الكلام، ونحن عندما نقول قل جزاك الله خيرا يا عمرو بن العاص أنك رويت لنا هذا الحديث، إحنا استفدنا منه دروس تربوية. هذه هو يقول عن نفسي: يا ريت ما سألته. ليش؟ قال عمرو بن العاص: وددت أني لم أسأله، حتى يبقى على الظن السابق بأنه إيش؟ بأنه خير القوم. يعني هو كان في باله ظن أنه أفضل الصحابة، خير القوم عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لما سألته قال لا، أبو في أبوك أفضل منك، عمر أفضل منك، عثمان أفضل منك، ولو سألنا علي لقال علي أفضل منك بعد. فيقول: وددت أني ما سألته. ونحن نقول: أحسنت حيث سألت، وأحسنت حيث رويت.